ملعوبة الركنية بتروح رأسية، والهدف الأول، الهدف الأول لمصلحة فريق الإرشاد شحيم. قاسم أبو خشفة، قاسم أبو خشفة عم بيسجل هدف الأول وعم بيتعرض للإصابة. سلامات لقاسم، وبترجع الحارس عم بيخلص، وزهير مراد على خط المرمى الراية بالهجوم، كرة عرضية وترجع توصل مرة جديدة. التسديدة كانت بالهجوم بالكاونتر أتاك، هيدي خطيرة، هيدي خطيرة. شو عم يعمل، شو عم يعمل، شو عم يعمل؟ وتسديدة حل النجم. شو حيعمل حسين؟ عم بيسدد مباشرة، ولكن محمد فواز عم عم تنفيذ هيدي الكرة. حسين، يا سلام يا سلام على هالتسديد، بتروح لمصلحة فريق الراية. وسلام على الكنترول وتسديدة، ولكن زهير مراد عم بيخلص. زهير مراد كلمة السر اليوم بصفوف فريق الإرشاد شحيم، يلي عم بيخلص كف أجواء اللقاء. الكرة لمصلحة فريق الراية. شوفوا شوفوا شوفوا، اسم الله عليك يا زهير مراد، اسم الله عليك يا زهير مراد. ما زال زهير بعز شبابه وبعز عطائه. الكرة لمصلحة فريق الراية، ومين غيره، مين غيره؟ زهير مراد، مين غيره؟ شوفوا شوفوا زهير مراد والحماس بكل كرة خلال هيدي المباراة. يعني مجهود كبير، مجهود أكثر من رائع وطويلة توفيق. وبهيدي اللحظات فوز على الإرشاد شحيم على حساب فريق الراية. مبروك للإرشاد شحيم، هارد لك للراية. الإرشاد شحيم أصبح قاب قوسين أو أدنى من التأهل لرباعية